هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ومعانا الفقرة التانية الضيفة اليوتيوبر والميك اب ارتست نور حميد. بنرحب بيكي في مفاتيح السعادة. اهلا بيكي، نورتينا. ربنا يخليكي. اهلا بيكي، نورتينا النهارده. قولي لي يا نور، بما انك بدأتي في مجال الميك اب ارتست، بقيتي ميك اب ارتست وكده، عايزين نعرف امتى بدأتي المجال ده؟ تقريبا كده من سنتين. من سنتين؟ سنتين، قول سنتين. تمام. هل بدأتي بدراسة ولا كانت جت معاكي ازاي، هواية وموهبة، ولا بدأتيها بدراسة كورسات، أخدتي دورات وكورسات تدريبية تأهلك لكده؟ لا، والحقيقة هي كانت هواية عندي أصلا من وأنا صغيرة. أنا بحب الميك اب وبحب المجال ده، فأخدتها هواية. جميل. فأنا بقى مع نفسي نمتها الحمد لله، يعني بفضل ربنا يعني. برافو عليك. طب يا نور، احنا مفتاحنا النهاردة مفتاح الأمل، فاحنا عايزين نعرف مين اللي اداكي أمل، ماشي، ومين اللي دعمك؟ هو الحقيقة الفضل الأول لربنا، نعم، بالله، ولزوجي في الموضوع ده الحقيقي، لأنه هو أدعمني نفسيا ومعنويا وماديا في البداية. طبعا لما كان بيقف معايا أي معوقات في الموضوع كان هو دايما يديني حافز، ولما كان بيجيلي نقد سلبي كان هو يقولي لأ، طول ما أنت ناجحة، طول ما أنت ليكي أعداء أعرفي ده على طول. فكان دايما يديني إنرجي كده أن أنا حلو جدا. جميل جدا. وما انساش طبعا اختي في الموضوع، لان هي عيني اللي بشوف بيها. ده احنا على فكره المفتاح الحلقه اللي فاتت كان الفضل. احنا كده بقى الفضل والامل. ايوه طبعا، ودعوات امي طبعا. طيب قولي لنا يا نور، نتكلم بقى على المشاكل اللي بتخص البنات. اكتر مشكله بتخص البنات في الوقت الحالي في فتره الشتاء هي مشكله الجفاف. يا ترى انا كبنوته عايزه احافظ على بشرتي من الجفاف واحميها من الجفاف، ازاي اعالجها واحميها من الجفاف؟ طيب مبدئيا كده احنا عندنا انواع البشره مختلفه. تمام. في دهنيه وفي جافه وفي مختلطه. صحيح. تمام. الدهنيه طبعا معروفه، والجافه دي يعني مشاكلها بتكتر اكتر في فصل الشتاء. فازاي ان احنا نتجنب الاخطاء دي؟ طبعا الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. لان احنا حتى انا كبشرتي دهنيه، انا عايزه اقول لك ان انا برطب بشرتي في اليوم 3 مرات. مع انها دهنيه بس دايما بتميل في فصل الشتاء للجفاف. فاحنا نعالجها بالترطيب، وقبل الترطيب الخارجي نشرب ميه كتير وناكل خيار، الحاجات دي بترطب الجلد جدا. لان البشره بتكون معرضه للجفاف والقشور في فصل الشتاء، فلازم نرطبها كويس ونهتم بيها ونعملها سكراب. طيب قولي لي، العرايس اللي بتجيلك قبل الفرح، طبعا في عرايس المفروض ان يكون في مده قبل الفرح تجيلك فيها علشان تقدري تاهلي بشرتها للميك اب وتقدر انها تظهر بصوره كويسه في الفرح. قولي لي ايه هي النصايح اللي تقدري تقدميها للبنات علشان قبل ما يجولك الفرح المفروض يعملوا ايه، وايه الخطوات اللي يمشوا عليها علشان يقدروا انهم يظهروا بلوك حلو في الفرح؟ والله الحقيقه انا اول حاجه بقولها لعرايسي او اي عروسه طبعا مقبله على الزواج، ممنوع ممنوع تنظيف البشره العميق اقل من شهرين، شهر ونص. لان هم كده بيفتحوا المسام بتاعه البشره، وبعد كده البشره اوريدي بتطلع المشاكل اللي فيها. بتتعالج، بس بعد كده انت كده لو بتجيني انا بمشاكلك، لا، يكون فتره طويله شهرين عشان خاطر لو في اي مشاكل طلعت من البشره تكون هي عالجتها اوريدي. وبقول لهم يهتموا بقى بالسكرابات، لان خاطر لو في قشور ولا اي حاجه لازم تتشال.
ويرطبوا البشره الأول. يشربوا ميه كتير عشان خاطر الهالات الحاجات دي. طب انا بمناسبه الهالات بقى عايز اسال الميك اب ازاي بنداري بيه الهالات والنمش؟ والله الهالات السوداء احنا دايما بنعالجها ان احنا بنكنسلها بكوريكت مصحح للعيوب على اورنج على المشمشي علشان خاطر نوحد الاول اللون. لو هو على غامق فبنحط له كوريكت اورنج مصحح لون على اورنج او على مشمشي. لو هو احمر مثلا اثار حبوب مثلا حمراء بنداريها باللون الاخضر. ده دايما بيكنسل معانا الحاجات دي. والمشكله ان اغلب البنات بيقعوا فيها ان هي لو عايزه تحط كونسيلر تحت عينيها بتحطه ابيض جدا بيبقى فاتح فاوريدي بيقلب معاها على رمادي. فاحنا لازم نكنسل مشكله الهالات دي عشان خاطر ما يبقاش قالب معانا على جراي يبقى شكله كويس. طب البثور بنعالجها ازاي؟ طبعا بتنظيف البشره ماشي. السكرابات الماسكات نهتم ببشرتنا. البثور دي اساس اصلا واسباب البثور ان البنات بتستخدم الميك اب الكوبي اللي هو مضروب بمعنى اصح. دي اكتر مشكله بتطلع بثور سودا في البشره. فاحنا عليكها بان احنا ننضف بشرتنا كتير ونتجنب موضوع الميك اب الكوبي هيدمر البشره. وصفه طبيعيه تنصحي البنات او السيدات ان هي تستخدمها لمعالجه البشره؟ والله انا دايما انا شايفه انا هقول لكم دلوقتي على سكراب هو اغلب البنات عارفينه بس مش عارفين قيمته. هو ان نجيب قهوه على عسل على زبادي وسكر عشان خاطر نقشر البشره. ده يعني بيساعد بس بتدليك خفيف ده بيساعد البشره ان هي تشيل اي قشور واي بثور. وبعد كده نقفل المسام بميه الورد ونرطب البشره هيكون حلو جدا. طيب الوصفه ديت يقدروا البنات يستخدموها كم مره مثلا في الاسبوع؟ السكرابات دايما مره واحده في الاسبوع عشان ما يهلكش البشره. تمام. حساسه بقى او عاديه كل انواع البشره كل انواع البشره لازم السكراب ده مره واحده في الاسبوع عشان ما نهلكش البشره. ودي بتكون فتره ايه؟ فتره صباحيه ولا قبل النوم؟ لا بالليل طبعا بالليل لازم نعمل المقشر ده وبعد كده بنقفل المسام بميه ورد ونرطب البشره. مهم جدا نرطب البشره عشان انها تستفيد منها كويس جدا. ده بيكون قبل النوم مناسب ليه؟ المفروض تمام. طيب قولي لي لو في مثلا بنات اللي بيتفرجوا علينا وحابين يدخلوا مجال الميك اب يا ترى ايه النصايح اللي تقدري تقدميها ليهم لو حابين ان هم يدخلوا المجال ده تقولي لهم ايه؟ والله لو هي عن موهبه زيي فانا بقول لها يعني طول ما انت عندك حلم اسعي وراه هتحققيه. هتلاقي كتير ناس بتحبطك هتلاقي كتير ناس بتنتقدك طول ما انت استفادي من الانتقادات دي. تاخدها دعم وحافز ليها علشان تقدر تكمل في حياتها وشغلها. حقيقي لان انا خلاص اوريدي بحب الحاجه دي فخلاص هتعب في الاول بس هوصل لها. بس لازم يكون عندنا ثقه بالله وبالناس اللي حوالينا اللي بتدعمنا. وطول ما احنا ناجحين فعلا هنلاقي ناس كتير تحبطنا بس لازم نكمل. الموهبه اهم من اي حاجه. صحيح. انا ممكن اروح اخد كورس ميك اب وفي الاخر اطلع ما عملتش حاجه ما لقيتش دعم ما اشتغلتش على نفسي. انا الحمد لله ما عايزه اقول لك ان انا في بدايتي غلطت كتير ويعني البني ادم لازم يتعلم من اخطائه. اكيد اشتغلت على نفسي بقيت اشوف ايه الاخطاء اللي انا بغلطها وببدا ان انا اصلحها. اختي طبعا كانت دايما معايا بصراحه عايزه اقول برضو اشكرها من هنا لان هي كانت عيني. فاسعوا لحلمكم هتوصلوا بفضل الله. جميل جدا. دي رساله امل جميله قوي انت بتديها للبنات رساله امل جميله قوي ورساله طموح. ايوه الحقيقه لان انا عانيت شويه حقيقه في البدايه. اكيد قبلك معوقات ومشاكل كتير. في حياتك كتير وناس كانت بتحبطني في الحقيقه وكنت هقف بس لقيت الدعم النفسي طبعا من زوجي وبعدين انا خلاص اخدت كلامه ده ثقه بدات اشتغل على نفسي. فانا بقول لاي بنت من هنا عايزه وراكي حلم عايزاه لا اسعي هتوصلي باذن الله وما تخليش كلام اي حد يحبطك. تمام. ممكن البنات اللي هي حابه تشتغل في مجال الميك اب وهي ما عندهاش المقدره ان هي تاخد كورس اشتغلي على نفسك اتفرجي على فيديوهات كتير اشتغلي على نفسك على موديل على قرايبك هتوصلي يعني انا وصلت كده الحمد لله يعني انا مبسوطه وراضيه على انا وصلت له ومش بفكر ان انا اخد كورسات هفضل زي ما انا لان انا حابه اكون اعمل نفسي بنفسي مش حد اللي يعملني. انا عايز اسالك جميل. سؤال اخير بس حاجه موقف كده تفتكريه وجهك وانت بتعملي اي ميك اب مع اي عروسه او اي موديلز او اي حد؟ والله هو بيبقى مواقف كتير يعني اولها مثلا لو عروسه مثلا بتبقى مثلا بشرتها خمر يعني سمره شويه
فعايزاني ابيضها. فانا ببقى مش عارفه طيب انا المفروض ان الخطا ان انا ما ابيضهاش، لو هبيضها تبقى درجه واحده. فبتزعل وبتتضايق، فانا اوريدي لازم اطلع العروسه من عندي مرضيه. فبحاول ان انا اقنعها، اقتنعت بكلامي ان انت تكوني لون بشرتك بس هنطلعلك بشكل حلو، اوكي. ما اقتنعتش بعمل لها اللي هي عايزاه، معناها تبقى في وشي انا في الاخر. بس البنات، في اكتر البنات مش فاهمه كده، مش فاهمه هم اصلا بسمارهم ده بيبقوا جمال، واحنا بنطلع لوكي جميل اصلا مع البشره السمراء. فدي الحاجه اللي ببقى مش عارفه اقنعها لا انت مغمقاني، انت انا مش مغمقاها، هي اوريدي سمراء. فانا مش مفتح، هي بتقول لي بيضيني، وده غلط، هيقلب بعد كده البشره على جراي. يعني لو بقت جميله في وقتها، بعد نص ساعه هتبص لها هتلاقيها لا بدات تبقى زرقاء، الالوان اتغيرت هتلاقي بشرتها زرقاء. هتلاقيها زرقاء، وكمان بيبقى البشره مجيره، لان انت اوريدي حاطه لا مبيضاها قوي، حاطه طبقات لان في اكتر من الطبقه، مش طبقات، هي بتبقى الفاونديشن بس بيختلف درجته. هي بتبقى عايزاه افتح، بحط لها طبعا لو ما اقتنعتش. بس انا ببقى مش عارفه طيب ما هي حاجه في وشي، وبعد كده تقول بشرتي مجيره، ما انا اديتك وفهمتك في الاول، هي مش فاهمه فكره ان لا انت سمارك بسمارك جميله هطلعك احلى بالميك اب، هفتحك درجه، مش لازم نفتح بعضنا كتير عشان نتجنب موضوع ان هي تبقى زرقاء. بتزرق والله، بتزرقي مع الوقت زي الهالات السوداء. لو حطينا لها كونسيلر فاتح بعد شويه هتلاقيها بقت تحت عينيها ازرق، فاحنا ما عملناش حاجه، احنا الاول لازم نكنسل الهالات والزرقان، وبعد كده نفتح درجه او اتنين، مش اكتر من كده. تمام. فدي المشكله اللي ببقى عايزه اقولها للبنات، بس ما بيبقوش مقتنعين للاسف. ومن هنا بنقول انه كل بنت هي جميله بطبيعتها وجميله بروحها، وقبل بروحها واخلاقها قبل شكلها كمان، والميك اب ده مجرد بس اللي هو حاجه مبسطه لشكلك، ولكن بطول ما انت روحك واخلاقك وطيبتك جميله، ف يعني خلي عندك امل بكده، وان انت جميله بطيبتك وبروحك اللي جواكي. طب احنا عايزينك تنصحي البنات، ماشي، اختيار درجات الميك اب اللي تناسب كل بشره. طيب والله المفروض ان زي ما انا ما قلت، البنت لو هي يعني بتعمل اول تيست على بشرتها، انا دلوقتي مثلا رحت مكان عايزه اجيب درجتي، طب اشوف ازاي؟ لو هي محجبه دايما بقول كده، اصل في قاعده بتقول ان انت لو المفروض تشوفي تعملي تيست على لون درجه الفاونديشن من منطقه الرقبه. طب انا دلوقتي محجبه، هتعرفي ازاي؟ مش هتبان. فمن ايدي اعمل تيست على ايدي واشوف هل الدرجه مناسبه مع لون بشرتي ولا لا. لكن لو انا مش محجبه اوريدي الرقبه هتبان، لا بعمل تيست من المنطقه دي وبشوف الدرجه المناسبه ليا. المفروض لو انا هجيب درجه فاونديشن، يا اما اغمق مني يا اما افتح درجه واحده فقط، اكتر من كده زي ما قلت البشره هتقلب على ازرق. فده التيست اللي اتعمل لو انت بتشتري درجات لفاونديشن لبشرتك، هنا في الرقبه هنا المنطقه دي، لو انت مش محجبه، لو محجبه على ايدك بتشوفي الفرق الدرجات. احنا سعدنا بيكي جدا النهارده يا نور، ربنا يخليك، نورتينا في مفاتيح السعاده، اديتينا نصايح مهمه جدا للبنات، اديتينا امل في فقرتنا، فقره الامل، ونورتينا، ونورتينا تبقى معانا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد نورتينا. نطلع فاصل مشاهدينا الكرام، ونستقبل ضيفنا في الفقره الثالثه مع الشاعر حسام بعد الفاصل ان شاء الله.